أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى بقسم هندسة ميكانيكية جامعة أسيوط أو أي حد بيسمعنا من جامعات أخرى، أهلا وسهلا بكم في مادة هندسة الإنتاج. موضوع محاضرة اليوم هو الويلدنج بروسيسز أو عمليات اللحام. اللحام هو إحدى طرق وصل المواد بعضها ببعض وصلة دائمة بسمها permanent joint عن طريق استخدام طاقة حرارية أو ضغط أو طاقة حرارية وتسليط ضغط في نفس الوقت. فيوجن ويلدنج لحام الانصهار من أشهر أنواع اللحام، وبه يتم صهر البيز ميتالز أو الجزئين اللي أنا عايز ألحمهم. يتم الحصول على الطاقة الحرارية إما عن طريق قوس كهربي، وبالتالي يتسمى لحام القوس الكهربي، أو باستخدام مقاومة كهربية resistant welding ويسمى لحام مقاومة الكهربية، أو الإكس فول جاز ويلدنج أو لحام الغاز اللي من أشهر أنواعه لحام الأوكسي أسيتيلين. بستخدم الأسيتيلين كوقود في وجود الأكسجين عشان يتم احتراق هذا الوقود. النوع الثاني من اللحام السوليد ستيت ويلدنج اللي هو بيكون فيه بيتم تسليط ضغط كحاجة أساسية، وبستخدمش أي فيلر ميتال، بعتمد على ضغط المعدنين أو المادتين مع بعض. ومن أنواع الديفيوجن ويلدنج أو لحام الانتشار، والفريكشن ويلدنج أو لحام الاحتكاك. أشهر أنواع اللحام بيسموه بالاسم الدارج لحام الكهرباء أو لحام القوس الكهربي، الأرك ويلدنج. البيزكس بتاعت الأرك ويلدنج بيكون عندنا two material أو two metals two bars to be welded، فبحطهم وسط بعض تماما بطريقة محاذاة، وبعد كده بستخدم بقى الإكويبمنت بتاعت الأرك ويلدنج. بيكون عندي إلكترود، الإلكترود ده بيقفل الدايرة الكهربية، مجرد ما لمس الدايرة الكهربية اتقفلت فبينتج القوس الكهربي الارك كما هو موضح بالشكل ده. وبعد كده بستخدم فيلر ميتال، ماده مالئه بسموه سلك اللحام. سلك اللحام لما يلاقي الشراره الكهربيه اللي هتعمل درجه حراره عاليه كافيه لصهر الفيلر ميتال، فتتساقط الفيلر ميتال ويبقى مولتنج بقى بول، ده هنسميه مولتنج بول. وبعد كده يحصل solidification، يبقى الجزئين يلتحموا معا، التو بيز ميتال هيلتحموا مع بعض، وفي النهاية تنتج ما يسمى بدرزة اللحام أو الولدد جوينت. آدي صورة مكبرة للحام القوس الكهربي بمعداته. يكون عندنا مكنة اللحام اللي ممكن تكون AC أو DC. يبقى ده power source أو welding machine. welding machine هيبقى فيه طرفين، طرف على الإلكترود، ممكن يبقى consumable electrode، يبقى سلك اللحام هو نفسه الإلكترود، أو ممكن يبقى الإلكترود بيقفل للدايرة وبالتالي مش هيبقى consumable electrode. هستخدم معاه filler metal sometimes، يبقى filler metal sometimes لما يكون الإلكترود consumable، مش هستخدم filler metal. لما يكون الالكترود non consumable هستخدم filler metal. وادي الالكترود كيبل، وادي الالكترود هولدر، بمسك الالكترود او سلك اللحام في بعض الاحيان بالهولدر ده. الطرف الثاني بيكون موصل بالمشغول او الورك تيبل عن طريق الكامب. وادي solidified weld metal، ده الجزء اللي تم تسليده من اللحام بعد ما يبرد. أثناء اللحام آدي تتوالى، بعد ما الإلكترود يقفل الدائرة تتولد شرارة كهربائية أو قوس كهربي يؤدي إلى صهر البيز ميتال مع الفيلر ميتال، يبقى ده المولتن ويلد ميتال. لحام الغاز وبالتحديد المشهور لحام الأوكسي أسيتيلين، أوكسي اختصار أكسجين وأسيتيلين
اللي هو الوقود. يبقى عندي اسطوانتين، اسطوانة فيها أسيتيلين واسطوانة فيها أكسجين، بتكون عادة أطول. اسطوانة الأكسجين بتكون أطول من اسطوانة الأسيتيلين. يبقى هنا في اسطوانة فيها أكسجين والاسطوانة التانية فيها أسيتيلين. ما دام في اسطوانة هتلاقي فيه عدادات موجودة على الاسطوانة دي، عداد ضغط وعداد ومنظم السريان، معدل السريان فوق الأكسجين وفوق الأسيتيلين. طيب باخد من الأسيتيلين كابل أهو، ومن الأكسجين برضو كابل، هيمر في الكابل بتاع الأسيتيلين غاز الأسيتيلين، ويمر الأكسجين في الخرطوم بتاع الأكسجين، هما الاتنين هيبدأوا يختلطوا مع بعض في غرفة الاحتراق دي، بيسموه بوري اللحام. هما الاتنين هيختلطوا بنسبة معينة عن طريق الصمامات اللي هنا، أقدر أتحكم في الكمية اللي هتيجي بنسبة الأكسجين مع نسبة الأسيتيل. هيبدأ هنا تحصل اختلاط الاتنين مع بعض في وجود أكسجين مع أسيتيلين، في وجود شرارة تتولد يطلع لهب من هنا، ده اللهب اللي هيخرج. اللهب ده هستخدمه في عملية اللحام، وممكن استخدمه في قطع المعادن. وفي لحام الأوكسي أسيتيلين بستخدم ايه؟ بستخدم برضو الكترود سلك لحام، ده هينصهر ويملأ الفراغ اللي ما بين الجزئين، ويبقوا بعد ما يحصل تسلط ويبرد المعدن يبقوا كأنهم جزء واحد. بالتفصيل هنا دي مكونات كلها الموجودة على الاسطوانتين. لحام الضغط فيه نوع منه مشهور اسمه لحام المقاومة resistance welded، لحام المقاومة الكهربية. لحام المقاومة الكهربية بوصل تيار كهربي بقطب بيوصل التيار من النحاس، والقطبين دول في قطب من فوق كأنه طرف موجب وخد من تحت كأنه طرف سالب، بضغطهم على بعض. قال السهم ده الأسود ده معناه فيه ضغط، عشان كده ده من لحام الضغط. وكمان الانصهار أو الحرارة دي بحصل عليها من التيار الكهربي ده، يبقى كده في مصدر للتيار الكهربي موجود هنا. هيمر تيار كهربي، هضغط على الجزئين دول، الجزئين اللي عايز ألحمهم الجزء ده والجزء التاني ده، هينضغطوا مع بعض، وفي وجود مرور التيار الكهربي ليهم مقاومة كهربية، فهيبقى ايه؟ يسخنوا مع الضغط، تتولد هنا ايه؟ بيسموها درزة اللحام، دي درزة لحام. طيب لو انا بقى خدت درزة لحام وصلت وضغطت في نقطة واحدة، فده بسميه لحام النقطة، سبوت ويلدنج. سبوت ويلدنج ده اسمه ايه؟ لحام النقطة. يبقى كده بلحم في نقطة واحدة كأنها بنطة لحام، وابدأ اشيل دول تاني لفوق، افصل القطبين دول واروح لمنطقة تانية اعمل فيها نقطة، وهكذا. يبقى ادي الخطوات بتاعت مين؟ لحام المقاومة الكهربية. ده قبل ما الالكترود ده ينزل، وده بعد ما نزل. مجرد ما نزل ولمس مع بعض هيمر تيار كهربي، يحصل ايه؟ يسخن الجزء ده، فبالتالي تتحول المنطقة دي لدرزة لحام، درزة لحام أو نقطة لحام أو بنطة لحام، فده لحام المقاومة الكهربائية. يبقى الخطوات اللي هتتبعها عشان أعمل لحام النقطة سبوت ويلدنج، أول حاجة من الشمال اليمين هبدأ أقفل الدائرة الكهربية، ده الطرف الموجب وده الطرف السالب مع وجود ضغط. الإف دي معناها فورس، في فورس بضغط بيها من فوق ومن تحت، يبقى ضغط مع المقاومة الكهربية هتولد حرارة، تنشأ هنا مولتنج ميتال أو جزء معدني ينصهر على هيئة نقطة، يبقى ده لحام النقطة. دي الخطوة الأولانية. الخطوة التانية هبدأ شوية كده لحد ما أعمل البنطة تتعمل، وبعد كده أطلع بالإلكترود أو الجزء المعدني ده اللي غالبا بيكون من النحاس. يعني كده أنا شلت الفورس والتيار الكهربي خلاص اتفصل، آخد الجزء ده واستخدمه في التطبيقات بتاعتي، او اعمل نقطة تانية احرك البليتين دول الجزئين دول اللي بيتلحموا مع بعض في منطقة تانية، واعمل نقطة لحام اخرى. من لحام المقاومة الكهربية نوع تاني اسمه لحام الشريط او لحام الخط، السيم ويلدنج. السيم ويلدنج نفس فكرة السبوت ويلدنج، بس ايه؟ مش هلحم نقطة، لا ده هلحم شريط كامل. ادي الشريط الكامل اهو،
عادة بتلاقي في علبة الكنز كده، لو شلت الغلاف اللي عليها هتلاقي فيه كأنه فيه شريط لحام. علبة الكنز دي كانت عبارة عن شيت صاج واتلفت على هيئة اسطوانة، بعد ما اتلفت لازم ألحم الجزئين دول مع بعض، فده ممكن يحصل بيه لحام الشريط أو السيم ويلدنج. اللي اختلف سيم ويلدنج عن سبوت ويلدنج ان بدل ما انا هضغط بتو الكترودز، الكترودز دول كانوا شكلين اسطوانيين، لا ده انا هجيب ويل، عجلة من فوق عجلة من تحت، هيلفوا عكس بعض عشان ايه يحصل كونتاكت ويبقى كله على ايه على شريط. يبقى اللحام الناتج هيبقى كأنه شريط، الجزئين دول اتلحم كأنهم شريط مع بعض، يبقى ده لحام الشريط. نفس المكونات، مصدر للتيار الكهربي AC، وبعد كده هيمر تيار كهربي واضغط من فوق واضغط من تحت، في فورس، ده نوع من انواع لحام الضغط. الحرارة بقى بحصل عليها بالدائرة الكهربية، لما تقفل هيمر تيار كهربي، المقاومة الكهربية دي هتصهر الجزء ده، وابدأ اعمل التغذية بتاعتي، احرك في الاتجاه ده، يبقى انا كده ايه لحمت شريطها، جزئين اتلحموا مع بعض على هيئة شريط. اكمل يبقى ايه لحد الاخر، يبقى ده لحام الشريط. من طرق وصل المواد اللي بتلحق بالويلدنج للبريزنج، لما انا اكون محتاج ان البيز ميتالز ما يحصل لهمش اي ميلتنج او اي انصهار، استخدم البريزنج. يبقى كده بعمل ايه؟ بجيب الفيلر ميتال واعمل لها ميلتنج، وبعد كده فيلر ميتال دي هيحصل لها توزيع بالكابيلاري اكشن ما بين السطحين اللي انا عايز اعمل لهم بريزنج. وصلات البريزنج ممكن تبقى كونفنشن بالت جوينت او سكارف جوينت، وصلة تراكبية واخدة الشكل ده، ممكن تبقى ستيبد بات جوينت بات ويلد، ولكن ايه معمول بشكل تدرجي او زي السلم ستيبد، او ممكن يبقى increasing في الكروس سيكشن اريا بتاعت البارت عند الجوينت دي، ده كله raised joints. في بقى انواع جديده اسمها السولدرنج من اللحام. طبعا السولدرنج ده بيستخدم في لحام الحاجات الالكترونيه، الدوائر الالكترونيه، وبيسموه بالاسم الدارج لحام القصدير. الاختلاف بين السولدرنج والويلدنج ان في الويلدنج الانصهار، درجه الانصهار بوصل المعدنين انهم ينصهروا تماما، درجه الحراره بتكون عاليه، لكن في السولدرنج بتبقى درجه الانصهار منخفضه low melting point، فبجيب معدن درجه انصهاره منخفضه نسبيا، الماده المليئه بتاعته اللي بسميه السولدر، اللي عاده بيكون القصدير. يبقى بيختلف السولدرنج عن الويلدنج ان الجزئين اللي هتلحموا مع بعض مش هينصهروا، لان انا عايز احافظ عليهم، لو هي دايره الكترونيه او بورده فلو انصهرت هتبوظ، فانا مش عايز البورده دي تبوظ، لان فيها دوائر الكترونيه، فيها مسارات كهربيه في البورده دي، فانا بستخدم السولدرنج بقى، مش هعمل انصهار للبورده، لا انا هجيب سلك صغير من القصدير مثلا، والقصدير ده هينصهر يلحم الاجزاء اللي انا عايز الحم، سواء مقاومه او مكثف او اي حاجه. السولدرنج ده بيستخدم في البي سي بي على نطاق واسع جدا، في البي سي بي اللي هي البرنتد سيركت بورد، زي البورده بتاعه الريموت كنترول، البورده بتاعه التليفون، بورد التلفزيون، كل البوردات دي بيبقى بتتعمل بالسولدرنج، سواء طبعا زمان كان بيبقى مانوال او يدويا، اللحام ده يدويا، لكن حاليا بيبقى مكن هو اللي بيعمل البي سي بي، تلاقي بيلحم لك مثلا 100 بورده مثلا، في كل 3 دقايق يلحم لك 100 بورده ولا حاجه. ادي لحام البي سي بي او البرنت سيركت بورد، عملت السولدرنج بالايد، ماسك الراجل اهو في ايده، ودي كاويه بيسخنها وبيجيب زي سلك صغير كده من القصدير ويبدا يلحم الاجزاء الالكترونيه. ادي بي سي بي اهي بتاعت ريموت كنترول مثلا على سبيل المثال، كل الاجزاء اللي متلحمه في البورده الخضراء دي بالسولدرنج، وادي دايره كمان الكترونيه اشد تعقيدا،
ادي شكل مين الكاوية اهي واثناء عملية اللحام. يبقى اللحام ده اسمه ايه؟ سولدرنج او لحام القصدير. السولدرنج شبه البريزنج، ممكن اعرفها انها احدى طرق وصل المواد، وبستخدم فيلر ميتال with melting point. هنا الفرق بقى درجة الانصهار ما تزيدش عن 450 درجة مئوية، وبرضو المادة المنصهرة بتوصل بالخاصية الشعرية ما بين السطحين المراد لحمهم. ادي بعض انواع السولدرد جوينت. ممكن برضو اعمل السولدرنج ده في لحام البايبس مع بعضها، وممكن اعمل كريمب بالشكل ده. الادهيزيف بوندنج احدى طرق وصل المواد اللي بتلحق بالويلدنج. دي احدى طرق الوصل عن طريق استخدام فيلر ماتيريال، مادة مريئة، وبعد كده بلحم او بوصل السطحين مع بعض، يبقى تو سيرفيس، مش هيحصل انصهار للبيز ميتال. الفيلر ميتال دي في الغالب بتكون مادة بوليمارية عشان لها صفة او خاصية الالتصاق. وادي وصلات معمولة بالادهيزف بوندنج، وبرضه نفس الوصلات ممكن اعمل سبوت ويلد بالشكل ده، او بعد ما اوصل ريفت مسامير برشام اقدر برضو الزقهم. انواع وصلات اللحام، اول نوع اللي هو البات ويلد او الوصلة التناكمية، بحط تو ماتيريال قصاد بعض وبملا الجزء ده بالمعدن المصهر بالفيلر ميتال. ممكن يبقوا بشكل كورنر وبالتالي هملا الجزء ده بالفيلر ميتال. ممكن يبقوا لاب جوينت او وصلة تراكبية وابدأ املا المنطقة دي باللحام، وممكن برضو من تحت برضو املا المنطقة باللحام. ممكن يبقوا على شكل حرف تي واحطهم كده واظبطهم بزاوية قائمة واملا الجزء ده باللحام. ممكن يبقوا ايدج جوينت بهذا الشكل. من انواع الوصلات الفيلت ويلد، الفيلت ويلد ممكن يبقى بالشكل ده الكورنر، ادي نوع او ادي شكل درزة اللحام. ممكن يبقوا عاملهم كورنر وبملى المنطقة دي، يبقى ده برضه فيلت ويلد بيسموه اوتسايد سنجل فيلت كورنر جوينت. وده يبقى الدبل بقى فيلت لاب جوينت، الاحمال قوية على وسط اللحام وبالتالي هلحم في الناحية دي وهلحم في الناحية دي، تو فيلت ويلز على هيئة تي جوينت، فبعمل برضو دبل فيلت من اليمين ومن الشمال. الويلدنج بوزيشنز او الاوضاع اللي بيستخدمها اللحام عشان يلحم، اول نوع او اسهل نوع هو الفلات بوزيشن. فلات بوزيشن بيكون الجزئين اللي انا عايز الحمهم محطوطين في الارض افقيا، واللحام بيوطي يلحم مع بعض. النوع الثاني هوريزونتال بوزيشن، بيبقى الجزء او الجزئين اللي عايزين يتلحموا في وضع افقي ويجي اللحام يلحمهم مع بعض، يبقى كده ماشي عملية اللحام افقيا، يبقى عملية اللحام بتمشي افقيا بالشكل ده، يبقى ده الهوريزونتال بوزيشن. بعد كده الفيرتيكال بوزيشن او الوضع الرأسي، الوضع الرأسي بيجي اللحام يبدأ مثلا من فوق لتحت أو من تحت لفوق، يبدأ يمشي في منطقة اللحام الموضحة دي، يبقى ده vertical position أو الوضع الرأسي. في بقى الأوفرهيد بوزيشن، ده أصعب نوع، كأنه بيلحم فيه السقف، اللحام بيبقى موجود من تحت هنا ويرفع إيده عشان يلحم السقف، كان السقف ده الجزء، الجزئين دول اللي عايزين يلحموا مع بعض دول ايه؟ فوق اللحام، يبقى ده اوفر هيد بوزيشن، وضع فوق اللحام. اتمنى تكون محاضرة اليوم واضحة، واشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا لحسن استماعكم.